يوز كافيه هي إحدى العلامات الرائدة في مجال القهوة المختصة، والتي بدأت العمل في المملكة منذ 2017. اليوم دوز لها أكثر من 25 فرع على مستوى المملكة، ولا زلنا في مرحلة الانتشار للوصول لأكبر عدد من المدن. نهتم في دوز بالجودة العالية للقهوة المقدمة، بالإضافة إلى إعطاء كل زبون تجربة مميزة من ناحية المكان والجو العام، وتلبية أذواق أكبر شريحة من المستهلكين بوجود منيو متنوع. أعلى معايير الجودة يتم اعتمادها من قبل دوز من ناحية حبوب القهوة المستعملة، المعدات، وضمان الراحة لكل زبون داخل المحل، بالإضافة إلى دورات تدريبية على أعلى مستوى لكل موظف داخل الشركة، وبالإضافة أيضا إلى برامج النظافة والتعقيم الدورية في كل محلات دوز. قطاع المقاهي كان من أكثر القطاعات تضررا خلال الجائحة، ولكن قمنا خلالها بعقد بعض الدورات التدريبية عن بعد وإطلاق خدمات التوصيل من خلال التطبيقات المعتمدة. كوفيد-19 كان حافز أكبر لزيادة وعي الموظفين من ناحية التعقيم، سواء على المستوى الشخصي أو داخل المحلات، وتطوير المعايير في هذا الموضوع بشكل عام. Fine Dine Program ومشاركتنا فيه ساعد بشكل كبير على الوصول للمستوى المطلوب من النظافة والتعقيم وسلامة الأغذية.